الراديو 90-90 هواها مصري. يا سلام عليكم، عايز اسمع عليكم السلام منكم. وحشتوني جدا يا سكان العمارة، يا اجمل واحلى عمارة في الدنيا، عمارة الحاج رمضان. يا رب تكونوا بخير وتكونوا كويسين وزي الفل. يلا سلم علينا واكتب اسمك ولقبك في العمارة، والهاشتاج بتاعنا على تويتر ما تنساش عمارة الحاج رمضان شقة 8، او البوست بتاعنا على الفيسبوك هتلاقي صفحتنا هي الراديو 90-90. دايما بنتكلم عن السمات الاساسية لشهر رمضان، خلينا النهاردة بالذات نتكلم عن فوازير رمضان. الموضوع بدأ سنة 1955، وتقدمت فوازير رمضان لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة بصوت الأستاذة القديرة أمال فهمي. نروح لمرحلة تانية والناس تانية قدموا فوازير رمضان وبشكل مختلف تاني، ثلاثي أضواء المسرح. الثلاثي أضواء المسرح مين؟ طبعا الفنان سمير غانم، الفنان جورج سيدهم، والضيف أحمد. قدموا فوازير رمضان التلفزيونية مع المخرج فهمي عبد الحميد، كانت أبيض وأسود وقتها. وفضلت فوازير ثلاثي أضواء المسرح تتعرض في رمضان كل سنة لمدة 12 سنة متواصلة. وبعدها سنة 1974 بدأ المخرج فهمي عبد الحميد يغير، قرر أنه يعمل حاجة مختلفة جدا، قرر أنه يخرج فوازير رمضان لفنانة استعراضية، ولقى أنها مرحة جدا والناس بتحبها جدا وعندها حضور وشطرة جدا في الاستعراضات. مين؟ نيلي. وسنة 1983 ظهرت فوازير فطوطة وسمورة اللي كان بيقدمها الفنان سمير غانم مع شخصية فطوطة الشهيرة اللي لسه لحد دلوقتي لما بنسمعها ونشوفها بتفكرنا بذكرياتنا الرمضانية. طيب نروح لسنة 1985 برضو مع المخرج المبدع فهمي عبد الحميد اللي أسند بطولة فوازير رمضان لنجمة تانية لشريهان. شريهان قدمت مجموعة من أشهر وأنجح الفوازير زي إيه؟ زي حول العالم، وقدمت حاجة عن الأمثال، وقدمت بعد كده بعد ما اختفت لمدة طويلة جدا بسبب ظروفها الصحية قدمت حاجات ومحتاجات. شريهان عملت حاجة مختلفة جدا، إنها قدمت مزيج من الفوازير مع ألف ليلة وليلة. أستاذ مصطفى بيشتغل على التاكسي بتاعه طول اليوم وبيجي البيت زي دلوقتي، الست سميرة مراته بتكون محضره له الفطار ياخده معاه علشان يفطر وهو في التاكسي ويكمل شغل، وبياخد معاه كيس تمر وإزازتين مية علشان اللي يكون راكب معاه وقت ما الأذان يأذن، أو لو ما معهوش حد يحاول يفطر حد من اللي هيقابلهم في الشارع. أستاذ مصطفى حكالي موقف حلو قوي حصله في رمضان من كام سنة فاتت، وهو ده اللي خلاه ينزل يشتغل على التاكسي وقت الفطار لما الشوارع تكون فاضية. قال لي من كام سنة المغرب أذن وكنت لسه مروحتش البيت، اتفاجئت بواحد واقف في نص الشارع وعمال يشاور لي، فوقفت له بسرعة لقيته بيقول لي تعالى معايا محتاج أنقل والدي المستشفى بسرعة جدا ومش لاقي عربيات. رحت معاه فعلا ونقلناه المستشفى، كان عنده أزمة صدرية شديدة لازم تتلحق فورا. وبيكمل أستاذ مصطفى وبيقول فضلت معاه لحد ما تحسن وبقى زي الفل وفطرنا يومها مع بعض كمان. بيكمل أستاذ مصطفى بيقول أول ما روحت البيت لقيت مراتي سميرة بتقول لي ابني سيف وقت المغرب مأذن وقع من على السلم وتعور في راسه، بقيت مش عارفة أروح بيه فين، واتصلت بيك أكتر من مرة تليفونك كان مقفول. نزلت تحت العمارة لقيت دكتورة من العمارة اللي جنبنا معدية، جريت جابت أدوات الإسعاف اللي عندها في بيتها وعالجت الجرح وربطتهوله، وفضلت يمكن بعد المغرب بنص ساعة. أستاذ مصطفى بيقول وقتها قلت لها سبحان الله، أنا ربنا كان حاططني في موقف بساعد غيري علشان غيري جه ساعد ابني. ومن وقتها يا أحمد قررت أن أنا أشتغل في وقت الفطار في رمضان، وبقيت أدعي يا رب جعلني سبب في إغاثة أي حد وأقدر أساعد أي حد وقت الفطار في الوقت اللي الدنيا بتبقى فاضية فيه. إيه العظمة دي يا أستاذ مصطفى؟ الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ما دام العبد في عون أخيه. سبت شقة أستاذ مصطفى وانا نازل على السلم، بس عايز أدردش معاكم في حاجة. كتير مننا مش بيبقى عارف إزاي يدرب ولاده على الصلاة ويحببهم فيها، ومفيش وقت أنسب من رمضان على فكرة اليومين دول علشان ندربهم ونحببهم فيها. النهاردة هنقول شوية نصايح هتساعدنا نشجع الولاد ونحببهم إزاي في الصلاة. خلي بالك إن ابنك لازم يشوفك وانت بتصلي أصلا علشان يحب يعمل زيك ويقلدك، زي ما احنا عارفين الأطفال بيحبوا يقلدوا الكبار، فما ينفعش نكون احنا ما بنصليش بانتظام ونطلب منه إنه يلتزم بالصلاة. صلي هتلاقيه بيعمل زيك لوحده من غير ما تقوله. لما تكون نازل تصلي التراويح مثلا في الجامع خليه هو اللي يقولك خدني معاك، ويكون ردك انا رايح اصلي، الصلاة دي بس للكبار وللرجالة الكبار بس، انت صغير. هتلاقيه بيقولك على طول لا انا بقيت كبير، فتفضل تجادله وتحاوره لحد ما تقوله
صدق انت بقيت كبير فعلا، انت كده لازم تيجي معايا تصلي. لو سألت ابنك صليت ولا لا وكانت الإجابة لا، ما تزعقلوش ولا تعاقبه علشان بعد كده هيكذب. طب يلا توضى علشان تصلي عشان بعد كده عايز اتكلم معاك في حاجة. المشاركة مهمة، وفكرة الزعيق ما بتجيبش النتيجة اللي احنا عاوزينها. بمنتهى البساطة هتيجي تقوله صليت، هيقولك اه، ما تعودوش على الكذب. علم ابنك انه لو عايز اي حاجة ونفسه انها تتحقق لازم يدعي ولازم يصلي ولازم يذكر ربنا، علشان ربنا مستنينا نصلي علشان يسمع دعائنا. اشتري لابنك سجادة خاصة بيه، واشتري لبنتك سجادة خاصة بيها تكون مميزة كده وشكلها حلو، ولو بنوتة صغيرة كده وتجيبي لها إسدال الصلاة بتاعها برضو هتحبه. الحاجات دي بتشجع وبتخلي الولاد يحس ان هم خلاص بقى ليهم حاجة خاصة بيهم بتاعتهم. ممكن نعمل مسابقة بين الولاد، نعمل لوحة كبيرة فيها الأسامي وخانات بعدد أيام الأسبوع وعدد الصلوات في اليوم، وكل ما حد من الولاد يصلي مطلوب منه يعلم أو يمارك على الصلاة اللي صلاها، وفي آخر الأسبوع يكون فيه هدية لأكتر واحد فيهم ملتزم ومفوتش ولا فرض. وفي النهاية ادعي دايما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وهو ده ذكرنا النهاردة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سؤال وفزورة النهاردة من عمارة الحاج رمضان شقة 8. برنامج رمضاني قديم جدا كان بيعتمد على استضافة النجوم ويدخلوا في حوار مع الأستاذة الإعلامية القديرة منى الحسيني، وكان لازم الحوار يكون يغلب عليه الصراحة. كان أول برنامج يستضيف مشاهير ويكون فيه أسئلة محرجة جدا. البرنامج ده كان بيذاع كل رمضان، والتتر بتاعه كان من غناء الفنان علي حميدة، وتاني تقديم الإعلامية الأستاذة منى الحسيني. البرنامج الرمضاني ده كان اسمه ايه؟ لو عرفت الإجابة اكتبها أكتر من مرة كتير جدا على البوست بتاعنا على فيسبوك، على البوست بتاع الراديو 9090 لعمارة الحاج رمضان، أو ادخل الهاشتاج بتاعنا على تويتر عمارة الحاج رمضان شقة 8، واستنى لو انت الفايز هنكلمك ونتواصل معك. شكرا، سلام عليكم.